متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وصلت أخيرا سيارة تويوتا يارس 2018 الجديدة كليا إلى الميناء في السعودية، وذلك بعد التحديث الذي حصلت عليه السيارة بالكامل. في خارجيتها تبدو مثل كورولا صغيرة، حيث حصلت السيارة على مصابيح أمامية LED طويلة وشبك سفلي بفتحات تهوية كبيرة وسقف منحدر، مع خلفية مثيرة جديدة وجنوط 15 إنش وقرص مكابح لكل عجلة من العجلات الأربعة. المقصورة أصبحت أكثر اتساعاً عن السابق، ومظهرها مألوفاً للغاية ويكاد يتطابق مع كورولا، ومستخدم فيها مواد بجودة أفضل مع لمسات كرومية وشاشة لمسية وأزرار تحكم بالمناخ حساسة لللمس، مع شاشة ملونة لعدادات القياسات وثلاث منافذ USB لشحن الأجهزة. بالنسبة للمحرك فتأتي بسعة 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 108 حصان مع جير CVT أوتوماتيكي متغير باستمرار بسبع سرعات. بالنسبة للأسعار حتى الآن لا يوجد سعر، وسنقوم بطرحها مباشرة حال وصولها لنا. ما رأيك في الشكل الجديد لتويوتا يارس؟ شاركنا بالتعليق.